هي نقطة التعارف بين جماهير كريم وجماهيري. طيب ليكو هيك هيك طيب ليكو شو الساعات هو عيام الفلوك هاي الساعات صباح الخير. هيك نبلش نوعي مع أساس كريم مع كاميرة فلوك تعيته. كنا متحرج انه اذا انت عم تسوق حاطين راديو ما في كوبي رايت لانه حكيك عم بيغطي على الراديو يعني الصوت جاي بالباك جراوند ما جاي الصوت انت عم حاطه الصوت بالفيديو. كيف يعني كون اليوم نهاري شوي معجوق بدي اخلص مع كريم بدي اروح اكل هادي عجع على حالة خلص خلص لا بدي ارجع امرق عند جدي شوف جدي ورشاد طوش لي راسي. رشاد قال لي اليوم نهارنا كتير معجوق عنده بدي يشتري تيبسكي وبده يساوي 100 شغلة. قال لي عند درجة قال لي ليك اخي كل شيء عندك وتعال عندي. قلت له ليك اخي عندي 100 شغلة يساوي عندك كمان. طيب هخلص جيم روح اكل روح جدي بركي بشوف رشاد يلا بنشوفكم بنهارنا عم نفتش على صف. يلا استاذ كريم ما عجبه انه الكاميرا هي ووتر بروف وفيني يطلع صوتي طبيعي غير الجو برو تاعيته. يلا نزل على الجيم بركي بنرجيكم بارت ان شاء الله. انا بفرجيكم الفوتج كله بقى على التشانل تاعيتي. هو بفرجيكم بارت هو احط لكم حيسحقكم كل الفوتج. يلا نشوفكم. ساعات لحاله عم يتدرب لحاله. وهيك كان بارت من تدريبنا انا وكريم. فاطمة زنزلخت معكم. يمكن ما كتير قطع كريم بالبارت التدريب يعني هيك ولا انت قطعت التدريب تاعي احسن. قلت لهم نريح النادي لحالي بتوفر. يلا هلا على البيت ومن بعد عن جد. حاليا هلا خلصت زياره من عند جدي. اللي ما خبركم انه من يومين جدي وقع بالبيت وكسر عظمه فخده وبيحكي عمليته. الحمد لله كل شيء تمام. هلا كنت عم زوره. هلا من بعد المستشفى رايح شوف رشاد. شوف رشاد شو مخبلنا قبل النهار اللي عندنا 100 شغله نسويها سوا. بركي هلا صوركم شوي. اكيد كلكم اشتقتوا لرشاد. هلا نشوف شو بيصير. يلا بشوفكم. هلا وصلت عند رشاد. يا حواد بسيارته قدامي بده صف محله. بشكلك عارفه رشاد عم تصور بشكلك ليه برو؟ يلا سكر سكر مستعجل ليك مع اساس صف محلك؟ مالا هلا صفيت وراي. هذا رشاد ما شايفين شي من الشمس. بيعرفون الشباب اكيد بيعرفوك. مشتاقولك يعني مشتاقولك كمان. بتقول شي على الكاميرا قبل ما نمشي. شو البلانز تاعونا اليوم رشاد؟ شو البلانز؟ ايه قلت لي عندي كثير قصص بدنا نسويها سوا. اول شي بدنا نروح لحد البيت نشتري جرسين. اوكي بعدين بدنا نطلع على الكسليك. اورايت الكسليك برو كسليك بنروح على الكسليك. ومن نروح على مايكس فورد اوتلت. اوه شت كنا عملنا حادث. وبعدين نشتري تياب سكي ونرجع على بيتي. مين بده يجي لعنا اليوم؟ مين حيجي لعنا؟ ما بعرف بس حدا حكاني يمكن. ايه بدنا نشوف ريم عصيران اليوم. بتعرف الريم؟ ايه ولو بدنا نشوفها لريمو. اوكي وبدنا نشتغل شوي بالبيت لعامل له سربرايز لمحمد. اعطيني خير. فرايحين هلا حد البيت نشتري جفسين لانه عندي سربريز لمحمد. بس اجى عيد ميلاده صراحه ما كان معي وقت ابدا اعمل له اياها ووعدته بسربريز. اكيد حتعرفوا شو هي السربريز انه حنكون عم نصور بس نروح نعملها لهالشغله. وانا اكيد انه كثير 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 حب محمد. هاي كيف محمد
طيب هيك كان البلان. اوكي ان شاء الله بنشوف البلان. يلا بشوفكم. هدس تقول يلا بشوفكم. ويلا بشوفكم. نحن هلا بمايك سبورت. رجعت تيتي بس صغير او كبير برو؟ وجهك وين مبين؟ عين صغير. هلا خلصنا من عند مايك سبور. يا شاش اشترك مغرد لسكي لانه بكره طالع انت. نسيت احجز. تلفون تلفون نسي احجز. اوكي فهلا رايحين لعنده على البيت مش نسوي السي في اس تعيد. Don't text and drive. بس I only can do it because I can multitask. يمكن multitask. الله يستر. يطفي الدورة. يلا بشوفكم بيت رشاد. اوكي فانا هلا بتمبر ان رشاد يشتري بوتس للثلج كمان. رشاد قال لي ليك ليك كم صنبات اللي هن هذول قطع هدول الصوابير خلوا ينفتحات. بس بعدين شفنا شيء معاق. بوم 6 فوت قال لي سامي بوتس ابدا. فهلا وصلنا على بيت رشاد. نحضر الماتيريال اللي بدنا نشتغل فيها. هذا جفصين جفصين فون بورد. بدنا جلوغان كتر. يلا خير ان شاء الله خير. ما عارف شي سيربريز شي كادو. هلا بنشوف. يلا بتشوفوا معي. طيب هلا ححط تايم لابس على الشغل كيف هنشتغل شو هنعمل شو هنشتغل وهيك. يلا بتشوفوا التايم لابس هلا. هلا خلصنا من شوي قصص وتلزيق. استاذ رشاد انا بعبي صوت المي مشان شلك تحط شو اسمه. الله يوفقك. شو اسمه هذا اللي بدنا نشتري فيه؟ جفصين. جفصين ايه بدنا نخلص الجفصين. هلا استاذ رشاد بيخبرني انه كتر مي. هو كتر مي. خي انت بدك مي سخن شو حامل لك؟ فكل الجفصينات راحوا على الفاضي. 5 كيلو. 5 كيلو. وراح لسيجارة للشاب رفينا. يلا صوروا خي صوروا فايز. صورنا معي. هذا فايز. وإن شاء الله نحن بنشوفكم بصبة جديدة. انا هيك نهار اليوم. كان المفروض نسوي كادو لرشاد عم بفكر يعمل اياه بس ما زبطيه. ان شاء الله بركي بكره او بعد بكره حنكمل رح نرجع نصبهم لهدول. هدول مش هن الكادو. هدول بارت عم بخبرني حسب شو عم بخبرني رشاد. هدول بارت من الكادو. يعني هدول بعد ما ينصبوا ويخلصوا بعد شي اسبوع هن بارت من الكادو بدنا نشتغل فيهم. فما بقى شو هن الكادو يعني. ان شاء الله خير. ثانك يو رشاد على الكادو الحلوه اللي بعد ما شفناها. وانا هيك نهار اليوم. انا ان شاء الله بشوفكم سون بفلوق جديد. يلا باي.